متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة باستثناء بعض التخريجات البحرية فوق أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، أذ تكثرت بعض الغيوم المتوسطة الارتفاع فوق أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية، عملت على هطول زخات متفرقة ومحدودة من الأمطار. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الأجواء غير المستقرة اعتبارا من هذه الليلة ويوم غد الأربعاء في العديد من المناطق الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية. زخات الأمطار تشمل مدينة جدة، والصقيع متوقع أن يتشكل في المنطقة الشمالية والشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال بداية الأسبوع القادم. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية فوق المنطقة الغربية والمنطقة الشمالية. كما ذكرنا هي غيوم عالية بدون فعالية، لكن انتشرت أيضا كميات من الغيوم المتوسطة فوق القسم الجنوبي من منطقة البحر الأحمر، ترافقت مع بعض الغيوم الركامية هنا حيث عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار في هذه المناطق، لكن كانت بشكل عام الأجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم. نستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة. هي تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء بسبب عبور كتلة هوائية باردة فوق شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال المملكة، حيث تنخفض درجة الحرارة في المنطقة الشمالية اعتبارا من هذه الليلة، يقابلها اتساع رقعة واشتداد حالة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الغربية، ثم لاحقا تمتد نحو المنطقة الشمالية الغربية. فرصة الأمطار أيضا تشمل مدينة جدة خلال ساعات صباح يوم الأربعاء، وخلال نهار يوم الأربعاء تكون خفيفة الشدة بالمجمل، لكن الأمطار تكون أكثر غزارة في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية ومنطقة حفر الباطن خلال ساعات يوم الأربعاء. فرصة الأمطار تستمر خلال ساعات يوم ليل الأربعاء على الخميس أيضا فوق منطقة حفر الباطن والقصيم وعموم المنطقة الجنوبية الغربية والغربية. أيضا تستمر فرص الأمطار أيضا خلال ساعات يوم الخميس مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى. نتحدث عن الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تتأثر المملكة بكتلتين هوائيتين باردتين، أولهما اعتبارا من يوم الأربعاء يوم غد، هي قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط تتحرك باتجاه شمال المملكة، حيث تعمل على انخفاض قليل على درجات الحرارة. درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار، لكن بارد خلال ساعات الليل. لكن اعتبارا من يوم الجمعة وبداية الأسبوع القادم يتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية أشد برودة قادمة من الأراضي العراقية، هي ناتجة عن امتداد للمرتفع الجوي السيبيري. ستكون أشد برودة كما ذكرنا قادمة ضمن تيارات شمالية إلى شمالية شرقية، تبدأ تأثيراتها في المنطقة الشمالية، تنخفض درجة الحرارة بشكل ملموس وكبير اعتبارا من يوم الجمعة. تنتشر هذه الكتلة الهوائية الباردة في عموم المنطقة الشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية، ثم لاحقا نحو المنطقة الجنوبية خلال بداية الأسبوع. هذه الكتلة الهوائية الباردة ستعمل على انخفاضات كبيرة وملموسة على درجات الحرارة، وأيضا تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر فوق المنطقة الشمالية والشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى. نستعرض الآن وإياكم هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة للكتلة الهوائية الباردة المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال بداية الأسبوع القادم، حيث يتمركز مرتفع جوي هو المرتفع الجوي السيبيري، يتمدد وتتسع رقعته لتشمل عموم منطقة العراق وبلاد الشام والمنطقة الشمالية من السعودية اعتبارا من يوم الجمعة. تترافق مع هبوب لتيارات شمالية إلى شمالية شرقية شديدة البرودة، تعمل على انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل لتكون درجات الحرارة حول الصفر المئوي في عموم منطقة الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل، ثم لاحقا خلال ليل السبت على الأحد تصبح درجات الحرارة صفرية في عموم المنطقة الشمالية، المنطقة أجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، أيضا منطقة حفر الباطن وحائل والقصيم والمنطقة الشمالية من منطقة الرياض، حيث تكون الفرصة مهيئة كما ذكرنا لتشكل الصقيع. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي 12 درجة مئوية، الملموس 11، الرطوبة 63%، والرياح شمالية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء طقس مستقر 24 إلى 14، يوم الخميس ارتفاع قليل على درجة الحرارة 26 إلى 12، يوم الجمعة تتأثر العاصمة الرياض
بالكتلة الهوائية الشديدة البرودة، انخفاض حاد وملموس وكبير على درجات الحرارة، 19 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 9 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.